إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إخواني أخواتي أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان عندنا هاد مكوات الملابس بروفيسيونيل، المشكل نوع روينطا. المشكل اللي فيها هو أننا فاش نركبوا لها الكهرباء تخدم، ولكن المشكل اللي مطروح هو يعني عدم وجود البخار، يعني ما كتخرجش البخار من هاد المكان هذا نهائيا. الخدمة ديالها عادية، تتسخن كلشي مزيان، تنسمعوا بان المتيغ لهنا ولكن البخار ما تيخرجش. خليكم معايا اخواني، اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال الفتح ديالها وديال حل هذا المشكل ان شاء الله. اذا كل ما غادي نقوموا به اخواني، غادي نخدموا على هذا المستوى ماشي هنا، غادي نحاولوا اننا نشوفوا الداخل اشنو كاين وشنو هو يعني السبب ديال عدم وجود البخار، يعني ما كتخرج ليناش البخار. اذا غادي نحاولوا اننا نقلبوها ونشوفوا الطريقه باش يمكن لينا نفتحوها من الجهه التحتانيه. اذا هنا كاينين عندنا، نحاولوا نحيدوا هذا الكابل هذا ونشوفوا شنو هما ليفيس اللي كاينين عندنا هنا. كاين عندنا هنا 4 ديال ليفيس، نحاولوا اننا نحيدوهم. ها هو واحد، الثاني، الثالث والرابع، غادي نحيدهم ونرجع معكم اخوان. اذا بعد ما حلينا هاد ليفيس بربعة، اجيو دابا نشوفوا اشنو كاين لداخل. نحيدوا هاد الكوفر هذا. الو، اذا عندنا اخواني هاد الريزرفوار هذا، هذا الريزرفوار هو الدخلاني، تيحتوي على واحد الريزيستونس هنا، هذا هو اللي تيسخن الماء اللي غيكون لنا الفابور، اللي من بعد تيخرج فين تيمشي، تيمشي من واحد الالكتروفان. غادي نشوفوا هاد الالكتروفان هذا واش راه خدام. عندنا هاد الالكتروفان هذا هنا، نتمنى انكم كتشوفوا. انا تنهضر لكم دابا على لي زورغان اللي مسؤولين اخواني على الفابور. كاين عندنا هاد لا شومبر هادي هنا فين تيسخن، هنا كتتم السخونه ديال الماء، كاينه ريزيستونس تدوز لها 220 من لا بلاك، تتسخن الماء هنا حتى تطلع درجه الحراره وتولي فابور. من بعد كاين عندنا هنا الكتروفان، واحد الالكتروفان تنتحكموا فيها، باش كنتحكموا فيها بهاد لا مانيط هادي اللي كاينه هنا، هادي هنا باش كنورك هنا، تندوز لاليمونطاسيون للالكتروفان. هذيك الالكتروفان تتليبيري، كتفتح طريق ديال الفابور باش كيطلع، كيطلع مع هاد التيو هذا وتيمشي مع الكابل وتيخرج من هنا، من هاد لي بوش، من هنا تيطلع الفابور. هنا بالنسبه لي باش كنستعمل دابا ما تخرج حتى شي حاجه، تنسمع بان الماء تيغلى هنا ولكن حتى شي حاجه ما تخرج. اذا كل ما غادي نقوم به، غادي نحاول اخواني انني نحل هذا التيو هذا. ربما يكون مشكل غير الكالكير، حنا غادي نحاولوا نمشيو دقه دقه حتى نشوفوا المشكل فين كاين. دابا شنو غادي نديروا؟ غادي نحيدوا هذا التيو هذا ونسيو هذا الكاناليزاسيون ديال لا تويوتري ديال اللي تدوز البابور، واش راها مازال مطلوقه ولا راها مخنوقه يعني مسدوده. اذا نحاولوا اننا نهزوا عندنا هاد لا شومبر، هي هذه. اذا الالكتروفان اللي تنهضر لكم عليه اخواني هو هذا، هذا التيو اللي تيخرج الفابور، وهذه الفيشه اللي كتجيب. لاحظوا بان هذا الشيء تيبان لي انا بان مرخوف. اذا غادي نحاول انني ليبيري بعد هاد التيو هذا، نحاول نحيد واحد السكيريتي دايرين هنا. تنحيدو هذا ونديكاجي، نحاول انني نجر هذا عندي. فوالا، اذا التيو ديالي هو هذا. غادي نحاول نصوت فيه ونشوف واش راه تيخرج او لا كاينه شي حاجه اللي هي بلوكي. اذا فاش كنصوت فيه كنحس بان كلشي تيخرج من هنا. اذا الكاناليزاسيون راه ما فيها حتى شي حاجه. الو، غادي نشوفوا المشكل فين كاين، واش الالكتروفان تيخدم ولا ما تيخدمش. الالكتروفان ساهل، يعني غادي غير نعبروه، نحاول انني نحلو من هنا ونجبدو عندي. فوالا، اذا هو هذا. هنا كاين الكتروفان في هذا المكان هذا،
كتحكم فيها هاد لابوبين فاش كندوز على المونطاسيون كتجر واحد لافان. حنا غادي نشوفوا واش الامور راها كاينه هنا، نعبروا بعدا هذا بالميتريكس ونشوفوا واش راه مازال مزيان ولا راه ضايع. اذا كنستعملوا لاباري ميتريكس ديالنا في لو مود كونتينيتي ونعبروا هاد لي بين هادو. اذا تيبان لي هنا بان هاد ليمو هذا راه محروق، يعني ما بقاش خدام مزيان، يعني خاص يعطيني واحد لا ريزيستونس باش نعرف بان لابوبين راه مزيانه. اذا المشكل اللي كاين عندي هو هاد يعني هاد الايمو هذا، هاد البوبينه هادي ما بقاش واخا كيدوز لهاد الضو ما كنستافدوش منها، ما كتعطينا حتى شي حاجه. اذا ما يمكنش يتاكسيتا السيركو، يعني السيركو راه توجور فيرمي، يعني ما يمكنش يتفتح لي ان هذا هو اللي غادي يجر واحد لافان اللي كاينه هنايا باش تفتح لينا. اذا غادي نحاول انني نقلب على هذا ونرجع معكم اخواني. اذا اخواني بعد ما لقينا هذا ان شاء الله غادي نديرو دابا، حنا ركبتو في بلاصه هذا اللي ضيع ليا، غادي نركبو هاد لابوبين وغادي نحاولوا ان شاء الله اننا نركبو لها الخويطات ديالها ونشوفوا ان شاء الله النتيجه. اذا غادي نردو هاد الفيكساسيون ديالها، نحاولو اننا نفيكسيوها في المكان ديالها. نردو لها هاد جوج ديال لي كابل كيف ما ركبناهم، لان هذا الالتيرناتيف راه ماشي مشكل، ونحاولو نردو الريزرفوار المكان ديالها. غادي نركبو الكوفر ديالها وغادي نحاولو نجربو ان شاء الله بلا يعني بلا ما نركبو لا لي فيس لا والو، تنتيقنو بان المشكل راه تحل. اذا دابا غادي نحاولو اننا نركبو لها الكابل داليمونطاسيون. يعني الامر ديال الفيسات راه امر اللي هو ماشي مشكل، يعني حتى الاخر ردوا هذه المكان ونديروا لها شويه ديال الماء، انا غنرجع معكم. اذا بعد ما درنا شويه ديال الماء هنا، دابا ما بقى لنا الا نركبوا الكابل ديال الكونسيسيون ديالها. اذا راه كتاخذ شي شويه ديال الوقت باش بعد يعني بعد التشغيل ديالها راه كتاخذ شي شويه ديال الوقت باللي ما يسخن الماء ان شاء الله، وغادي نرجع معكم اخواني. اذا بعد ما يعني سخن الماء هاد لومبول كنلاحظوا اخواني ما تتبقاش تكلينيوطي، هاد لومبول الزرقاء تتولي شاعله فيكس. دابا ما بقى لنا الا اننا نجربوا ونشوفوا واش الامور رجعت عاديه. اذا لاحظوا اذا الامور يعني الفابور ولا كيخرج مزيان، المشكل عرفناه اخواني والحل ديالو كان هنا، يعني هاد الالكترو ايمو هاد لابوبين هادي هي اللي مشات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. شكرا اخواني على التتبع ديالكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.